السلام عليكم. الكشف عن طبيعة حمولة السفينة المرتبطة بإسرائيل التي سيطرت عليها قوة مجهولة في خليج عدن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت صحيفة إسرائيلية بأن السفينة التي تم السيطرة عليها يوم الأحد في خليج عدن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك. وقالت صحيفة يدعو تحرنوت نقلا عن شركة زودياك أن السفينة المختطفة اليوم قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك. وأفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن عناصر مجهولة صعدوا على متن ناقلة النفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي. وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة أسوشيتد بريس إنه يبدو أن هناك عدد غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة. وتابع: نحن وقوات التحالف موجودة في المنطقة ونحن نراقب الوضع، عن كتب. وبحسب السوشيال بريس فإن الحادثة التي صعد فيها عناصر مجهولون على متن الناقلة التي تحمل اسم سنترال بارك وقع في مياه خليج عدن بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ووفقا لها فإن هذه المنطقة تخضع نظريا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقارير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.